لنتحدث أكثر عن كل هذه الملفات وأكثر تنضم إلينا سيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك يا لينا. بداية نتحدث عن آخر التطورات وترقب المستثمرين لاجتماع أوبك لجلسة يوم غد، ونشهد هذا الزخم الذي تستعده أسعار الخامات، خام برنت يصل إلى مستويات $70 من جديد. نعم أهلا بك. بالنسبة لأسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف أغلق الأسبوع الماضي على ارتفاعه الأعلى منذ أكتوبر 2018، وأيضا يعني قد شهدنا ارتفاعات خلال هذا الشهر وصولا لمستوى برنت لمستويات $70 للبرميل. كل الأنظار تتجه إلى اجتماع الأوبك بلس، ومن المقرر أنه أن يكون هناك زيادة في الإنتاج، يعني لا تغيير، فسياسة مستمرة في رفع الإنتاج تدريجيا. أيضا نحن يعني المؤثرات أثرت فعلا بأسعار النفط، يعني سواء نتحدث عن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ما زالت موجودة، أوبك عم تتوقع أنه يكون في ارتفاع على الطلب العالمي على النفط بستة مليون برميل يوميا، وكالة الطاقة الدولية بخمسة فاصلة خمسة مليون برميل. فكل هذه التوقعات ربما يعني في الطلب العالمي سوف نشهد نمو، لكن لن يعود إلى مستويات قبل جائحة الكورونا بمئة مليون، لكن توقعات أنه تزيد من 90.5 مليون إلى تقريبا 96.5 مليون. يعني هناك في تفاؤل بتعافي الطلب العالمي من خلال فتح الاقتصاد تدريجيا، بدء يعني انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا. عم نشهد أنه هناك في موسم صيفي سيكون في هناك زيادة في السفر، وخاصة في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية يكون طلب على الوقود هناك، يعني هناك سنشهد التعافي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا من الصين عم تشهد تعافي، بالرغم أنه في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالهند واليابان في ثالث ورابع أكبر الدول من الدول الثالثة والرابعة، تأتي من الدول المستهلكة للنفط. لكن الإيجابيات من تلك الدول من الولايات المتحدة من الصين من أوروبا يضغط على الدول. ف $64 لو بقينا فوق المستويات فنرى مستويات السبعين لبرنت، فوق مستويات السبعين سوف نصل إلى 75 تلك المستويات لأسعار النفط. طيب لينا، نبقى في أسواق السلع، شاهدنا الذهب الذي يحقق مكاسبه الأعلى منذ يوليو 2020، ربما هل نستمر في هذا الاتجاه الصاعد على الذهب في انتظار قرار الوظائف لهذا الأسبوع من جهة، وكذلك آخر التطورات في الأسواق في ظل الضغوط المستمرة على الدولار وعوائد سندات لأجل 10 سنوات في أمريكا؟ بالفعل أسعار الذهب تشهد ارتفاعات مستفيدة، نحن يعني ارتفاعات خلال هذا الشهر ب 8%، مستفيدة من انخفاض الدولار الأمريكي للشهر الثاني على التوالي، نتحدث عن 1.18%، عوائد سندات الخسائر الأمريكية انخفضت، كل هذا داعم لأسعار الذهب نحو الارتفاع. البي سي اي مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الكور بي سي اي بفضل الفدرالي الأمريكي ارتفع إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 1992، نتحدث عن 3.1 من ارتفاعات في مؤشر التضخم، فهناك ارتفاعات في التضخم بشكل كبير. هل هناك نية من قبل الفدرالي الأمريكي في الاجتماع القادم أن يقوم بتغيير يبدأ بتغيير السياسة النقدية، أو يقوم برفع أسعار الفائدة أو تقليص برنامج شراء الأصول؟ هل سوف نرى هذه التغييرات؟ لأن نعرف أن مخاوف التضخم تدفع هي يعني الذهب يعتبر أداة تحول ضد مخاطر أو التضخم، فأي ارتفاع أو مخاوف من التضخم سوف يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي، وبالتالي سيدعم أسعار الذهب نحو الارتفاع. التوقعات ما زالت مستمرة نحو الذهب نحو الارتفاع، وربما نرى مستويات $2000 لو لم يقم الفدرالي الأمريكي بتعديل السياسة النقدية، ويظهر أنه لا يوجد نية لديه في خلال الأشهر المقبلة أن يقوم بتعديل، ولو كان في لديه أي نية ستكون في عام 2022. فيعني بيانات الوظائف الأمريكية طبعا نتابعها عن كثب لأنها تأثير على الدولار الأمريكي، يعني ربما تعطي بعض الضعف بعدما شهدنا منذ مطلع العام 2021 بيانات قوية، ثم بدأنا في الشهر الماضي نشهد بعض الضعف، ربما نشهد في مايو بعض الضعف في الوظائف الأمريكية، لكن من ناحية وظائف أمريكية ضعيفة، ومن ناحية أخرى التضخم مرتفع، فلنرى ما سيقوم به الفدرالي الأمريكي حول هل سيقوم بتعديل السياسة النقدية أم لا. فالذهب نحو الارتفاع.
نعم، وهذا بالنسبة لتقرير الوظائف أبرز ما يترقبه المستثمر لهذا الأسبوع، ولكن أتطرق معك لينا بالنسبة لخطط الإنفاق الحكومية الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان عنها. نتحدث أكثر عن هذه الخطة وتفاصيلها، ومن المتوقع، هل من المتوقع في ظل كل هذه المتغيرات أن يتم تمريرها فعليا؟ نعم، يعني خطة التحفيز يترقبها المستثمرين والمتداولين ما لها تأثير على أسعار السلع، ونحن نعلم أن خطة التحفيز كان لها تأثير كبير على جائحة كورونا منذ عام 2020 ودعمت أسعار الحزب الجمهوري، واتفاق على كان على 900 تقريبا، يعني 928 مليار دولار، لكن يظهر انه الجمهوريين لن يريدوا تلك تمرير هذه الحزمه، وتشهد هذه الحزمه بطء شديد في التوصل الى اتفاق، لان هناك نقاط جوهريه مختلفين عليها، هي رفع الضرائب على الشركات وعلى الاثرياء، وايضا يرون انه الجمهوريين انه لا فائده من ايضا ان تكون شامله تلك خطه تحفيز الإنفاق على الرعاية المنزلية، فربما يعني تشهد معارضة كبيرة، ولو تم مثلا نقول يعني رغم هذه النقاط الجوهرية اللي عم يختلفوا عليها الجمهورية والديمقراطية، ربما يكون تمرير الحزمة فقط يعني توصل أقل منها، أنه يتوصلوا لواحد تريليون دولار، وربما يستخدم نظام المصالحة الخاصة، يعني أنه الحصول على يعني الحصول الديمقراطيين يعني نعتبرها على أغلبية قليلة، يعني بدلا من 100 مجالس البالغ عددها تقريبا 100 يحصلوا على هذا التصويت بدلا من 60 عضو، فبالتالي ربما يستخدمون هذا النظام للحصول صحيح. على تمرير تلك الحزمة، فبالتالي ربما يكون في هناك تمرير لحزمة الإنفاق. وانا اشكرك دائما لينا غنوع، وانت محللة اسواق عالمية في شركة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.